سلمنيوش تنمرين صفوم متوتنا غنبرشن عزيزن سلمنيوش فرناون من الله ان شاء الله لان تدر نسان لهناد لمان مرحبا تالي جنوان سغتا في مدنس جينا سمشان لجروان غديما طرن مقران اتنمتر اغنيوش تيفاوت وسان ضيضا اتوتنا غنبرشن عزيزن ايتما اسما امقرانن يمزانن ارجازن تيزنان امكراس انجلاس مانتلي من سير متلم اتسقدع معنا غنيمار ايب هذا زعيم ديت نوبان مرحبا وسويلا كان نتم ان شاء الله التلي تنبرش تبها سود ماون إبهاني مبرشني لان أديلين يدنا غديا ونتقيمي تنبرش لكان غدي ما نتعفر نتمز زيضا ونسود أني لا نديرني دي تسلي تنوم أني لا ندي سيفا وتم دور تنوم دي منا وإمدونا نسود ومد أني لا ندران دين دهن بالخصوص تمرتنا نتزاير إعزيزن تقيمي توسو إن شاء الله هديلي إدنا المستشار نون غلاف نتغوسي وين الدين الحابوس المستشار وزير شؤون دينية والأوقاف أنا عزام الأستاذ عمر بفولولو إلا غني سيول في سبين القرآن والأسبوع الوطني للقرآن الكريم نغيس بي أغنون القرآن يتوجن اسبي قد عندي الولاية وهران من يسيتوش قلنا ما يتوجدي سجل ملتقى علمي نغيقن وجراو حضر نديس منا وإن عزاما ضد الدكاترة المشايخ لإمان تمرتنا نتزاير باش تسيولا نفوزل دل قيمتنا الوفاء دي ودليس نيوشام قران القرآن من يدخل سيول إن شاء الله في منا تغاو سيوين بالخصوص إن دهن نغلاف نتغاو سيوين دين الحابوس باش يلغات سيفاون مدن أدنكلن تملا أماس مدن أدنكلن الإسلام الوسطي المعتدل دي وجدود أتزيري تقيمت فيت سنت أنسيول فطروان نغ فين المدن إلا أن إوضن غلوشمار نشار ديارن نسوق سوى عزام الثلاثي الأول للسنة الدراسية من يدي لي معنا المدير مدرسة الردوة القرآنية تمام بالخادم أن عزام إسماعيل دودو أغني سول فين دهن والمدرسة مانشي لديوش تتفاون غنصايح إمريون الوالدين بالخصوص ماشي لا تروان سن أتنرفقا دي العطلة أن تجرس ماشي لا دجينيك البرنامج جار أريح سن تاريس سن دو عزام سن باش هدو إن شاء الله لو عزام سيكتليرات التقوى باش إلا إن شاء الله أدمجرن تطفي تمقرنت لأن تريد البرنامج نغوسو قيمة إدنا سيس منو متوتنا غنبرشن عزيز نرحب سنجون غنبرش الأستاذ عمر بفولولو أيوة عمر سلمني وجد نبرش خفتش سلام هذا مقرن غفتش أيوة محمد عيت ما يسمع سلام نوش أبقى الوفو إن شاء الله طبعا حس مرحبا ذيك الحس إلا أن توتفو لون ولون توت قاع باش يحفظ ان شاء الله ايوا عمر نس الله يبارك اللي يق الماراثون الولايات غ الولايات الملتقى غ الملتقى يعني اللي جبين اللي تمثل دا الغلاف نتغاوسي وندين الحاوز دي منه يندهن يعني كمستشار الوزير يعني تغد دي الولايات وهران جبيد في الملتقى العلمي توجن اس بي اغناونا القران الاسبوع الوطني للقران الكريم قبل ما غنصيود في سوين في الملتقى العلم ممكن انسل اهميتنا ونسبتنا الاسابيع القرانيه الا ني سجاتنا نغلاف ني سجاتنا سلوين تقدودا ماس عبد العزيز بوتفليقه الا ني وضنت طبعه العشرين الاسبوع الوطني طبعه العشرين كنا نسول في الاهميه نغل ازل ونسبتنا القران يعطيك الصحه ايوا محمد فعلا الاسبوع الوطني للقران الكريم اسقاسو الطبعه العشرين سيد فرخنت رئيس الجمهورية انت اسس قبل 20 عام الى يجوني ان كل سكواس التوظيمة توجه على مستوى الجزائر العاصمة يفغ سكواس نيم جورا يزول عنابة يزول وهران مرتين يزول وهران سكواس اثنين قبل الزغات كل سكواس يرني في الحقيقة اولا فرخنت رئيس الجمهورية شخصيا اتازند خطاب مهم جدا مثلا طبعا السادسة عشر يوجد ديك الخطاب على الوسطية الاعتدال الوسطية 20 سن الحمد لله المجتمع الجزائري سي بكري معروف الوسطية الاعتدال التسامح التعايش أشكوسو أيضا يوجد خطاب مهم جدا عن قيمة الوفاء خاطر الملتقى العلمي اللي يجور مع الأسبوع الوطني يعني مع المسابقة نحفظ القرآن التجويد التفسير ديس ملتقى علمي أشكوسو تخير الوفاء قيمة الوفاء أهمية الأسبوع أولا أمشينا غير أن يكون أشكوس العدد العدد المشاركين العدد الحضور اسكوسو مثلا غير حفل الافتتاح يقع قاعة تجعلت في ميريديان تنجر الاف من في المناطق قيما لاهميه القران عند الجزائريين خاصه بورسي مزان اللي ني مور يتنافسون الاسبوع دق الاطار يبقى يتكون طروانا دليل يمارو على المستوى العالمي على المستوى الدولي كل اسكوس
الكثير من الجزائريين الجزائريات شاركن في مصر، في ماليزيا، في المغرب، في تركيا، دائما تاون المراتب الاولى، على الاقل المرتبه الثانيه والثالثه تاون المراتب الاولى ايضا. كل اسبوع صغرنا مراتب ثلاثه مزوار، يا هذا مزوار يا فايت سنه فايت ثلاثه. كذلك بالنسبه للاناث، وين ديك المكسب ديال زعلوك دي الدوله الجزائريه ايضا. الغرنا مر اساتذه مجازين في القراءات العشر، يتهم كري دروس تفد حد غير القراءات العشر يمر. الغرنا الحمد لله يعني الكثير من الاساتذه يقن سيتا روانا عند عمر بوسعده، ربط يحفظ شاع عمر بوسعده صغر من القراره، الا عضو في لجنه التحكيم لصغار الحفظه. اذا الاسبوع الوطني ماشي غير يرني كل زكواز، باش كادي يكون الاسبوع الوطني وهو يعني ديس فقط الحفظ والمسابقه بالنسبه للقران الكريم. يعني راني فاهم سؤالك الاستاذ عمر. نعم. الاسبوع الوطني اللي ديس المسابقه نحفظ القران يتروانا نزاير. انت اسبوع وطني الغنى الجائزه الدوليه كل اسبوع رمضان الزغاد حوالي 52 دوله تصور، وسند حتى من امريكا، من جنوب افريقيا، وسند من الهند، وسند يعني الدول العربيه كامل، الدول الاسلاميه، وسند من اوروبا ايضا، وسند بعض الدول الافريقيه، الكاميرون، غينيا، جنوب افريقيا. اذا الجائزه الدوليه توقع رمضان تشارك ديس دول العالم وندخل لها وضع المستوى مهم جدا. اما الاسبوع الوطني شمس مس الوطني، اول ديس تصفيات على مستوى الولايات، ديس تصفيات على مستوى الولايات، كل ولايه ترشح يمارو الممثلين. هذه وقع مرة تصفية على المستوى الوطني. يسيم الزانن ديز عليك. نعم حفاظ صغار الحفاظة ديز عليك. ومن بعد ذكور الإناث طبعا. ومن بعد هذه وقع إمارة تخيرا الدرس الداني دار الإمام على مستوى العاصمة. تخيرا إمارة لجنة التحكيم. تخيرا البعض إلا أتنرشحا للمنافسة داخل الأسبوع الوطني القرآن الكريم. يومين يعني تقريبا ثلاث أيام. أدفونت نتائج. أين دين إنه يمزوار دين مثلا الجزائر خارج الوطن في المسابقات الدولية. سواء من تلاحظ دي سجنو كون دزعلو دي سجنو عصار دزعلوك، التمكن في الحفظ، التمكن في القراءات، يعني يعني في الإيجاء أدعى الغصن تمكن وتحكم في قواعد الترتيل. سواء من دول دمار الحمد لله تشرفا الجزائر في كثير من المحافل الدولية. هامي الأسبوع خاطر أنت تدي سجن معايير دقيقة جدا ويلا هندو سينيولي الدليل خنش الحمد لله الدولة الوحيدة في العالم باش كادي يكون يقند الإمام العاد يصلي بالناس. يلزم باش كادي في المسابقة فقط يلزم العاد حافظ 60 حزب لا 30 60 حزب قيم مسجد يلزم 30 حزب هامي باش كادي ديبين بلي انت مهتم بالدين، مهتم بالشريعة، مهتم بخدمة المسجد. إذا على هامش الأسبوع الوطني، على هامش هذه المسابقة تسند مارو من 48 ولاية، تسند علماء، تعرض نغديني مشايخ، شخصيات، باحثون، دكاترة، شيوخ زوايا، طلبة، ديك المحفل يعني حقيقة ديك الفضاء يبها يغلب، خاطر فضاء لتبادل المعارف وأيضا المعلومات وأيضا مجال للمنافسة في حفظ القرآن، ومجال أيضا لمسايرة العصر في مجال خاصة القضايا التي تهم المجتمع الجزائري. ناكل سكواس توج قيمة العمل، قيمة الإتقان، قيمة الوفاء أشقوسو، الوفاء في القرآن الكريم. ديس مجموعة من المحاضرين تخير طبعا بعناية، أولا الوفاء في الأسرة، الوفاء في المجتمع، الوفاء في الوطن، الوفاء في العالم يعني الإنسانية. يولي يعني شغل بناء تراكمي. الجلسة العلمية الأولى الوفاء للأسرة والمجتمع، شاركن ديس ثلاثة الدكاترة الباحثين. محاضرة تم زوارة الدكتور محمد يدير مشنان، الوفاء قيمة قرآنية، تسمى ديك المحاضرة كمدخل يبين لنا أن القرآن يستولي عن هذه القيمة. صح المصطلح الوفاء والتفت يغلب في القرآن، بصح المعنى الوفاء عند الصدق، عند الإخلاص، عند هذه المعاني موجودة يعني في القرآن الكريم. صفة الأنبياء والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم. إذا الوفاء قيمة قرآنية. المحاضرة فيت سنت الأستاذ دكتور داود بورقيبة صغر من بريان، سي توتنا ربط يحفظ يتشارك معنا في كثير من الملتقيات. العنوان المحاضرة أثر الوفاء على الأفراد والمجتمعات. طبعا تصور قيمة الوفاء ستكون جرمدا، العديس الصدق، العديس لش الغدر، لش الخيانت، العديس نوع من الأمن، العديس الثقة جرمدا، العديس الاستقرار في المجتمعات. نعم قص علاقة طبعا الاستقرار الدوي التنمية. إذا أثر الوفاء على الأفراد والمجتمعات. المحاضرة في ثلاثة عند قيمة الوفاء والتنشئة الاجتماعية للدكتور طاهر برايكس سلغوات ولاية جامعة الأغواط، كيفاش يمروا أن ننكل الوفاة روانا سواء في الأسرة في المدرسة. يعني حقيقة هي محاضرة قيمة وإن شاء الله ستطبع وتوزع إن شاء الله في الطبعة 21. تود الجلسة العلمية الأولى تحت رئاسة الأستاذ الدكتور الهواري يوسي، قاع رؤساء الجلسات تقريبا جيت من جامعة وهران مش كان السيتف
المجتمع الوهراني باعتبار الاسبوع يقع ديني مش كده يكون ديس نوع من تعاون شرك المجتمع. بين كل الجامعات الجزائريه. المحاضره الثانيه الوفاه للوطن والامه والمجتمع الانساني. دكتور ابو عبد الله زبار وني امام مسجد الامام عبد الحميد بن باديس بوهران تمجيدا الله يبارك له مفخره لولايه وهران وللجزائر. الملتقى يقع في قاعه المحاضرات المسجد الامام بن بادي عبد الحميد بن باديس بوهران. يسول عن الوفاه للمكتسبات والمنجزات الوطنيه. الوطن غاس كثير من المكتسبات على راسها المصالحه الوطنيه. الحمد لله يعني ما نقرا كان غمار وننعم ربي ان شاء الله يدوم لهنا في وغلان يدوم لهنا في الوطن في العالم الحقيقي مسلم يخص الخير يمسلم كاع يخص الخير يمدا كاع يسول عن هذه المنجزات واللي كان عند التافيسة يتوغمي دن تنجم لا تسافر وتنجم لا تفغن تجيض وتنجم لا تفغن مش كدي صغ شرا عليه قود يقول في طارواس الارهاب الا يعني حقيقه يتوغ يجد اثر يعني عميق جروح والام. هذا المشروع ان هذا المصالحه الوطنيه الا الحمد لله يود الخير يود لهنا يتمدينته بفضل الرجال اللي هو سي اموتي رباط الحمل ولا سي يدر يلزم نكون اوفياء لهذه المنجزات وهذه المكتسبات الوطنيه. ساد يكون غير ملعب نقط المدرسه نقط نوبريد هو مكتسب من المكتسبات الوطنيه يلزم وتفسيده خاطر النو واللي يمكن هذا يكون مثلا حتى وكانوا يدي باين سي النشره هذا عبر بطريقه سلميه خاطر اللي هو سي التفت غادي يفسد الكار غادي يرزق الكارو غادي يرزق النشره على اساس يتعبر عن الغضب هذا وديك الخلق اللي مسلمين وان الخلق نقول حد متحضر راقي لابد ان نحافظ الشغل خاطر هي امانه للاجيال تستفاد ماشي تستفاد نيت بابوك ايضا ان غدا هدفا نجسن مرافق مهمه جدا. ومن بعد السؤال الدكتور ماحي قندوز وني من جامعه تلمسان عن تجليات الوفاء الانساني في الحضاره الاسلاميه يشون مادج مهمه جدا سي تغني مسلم فهم الدين سن ماشي يلزم تغني اوفياء توني يعني ديك الميدان متحضرين يغلب من الاوروبيين وتفل في الاسلام تصير قبل الاخلاق ني مسلما الوفاء ني الاخلاق ني التعايش ني يشو امثله يعني مهمه جدا. اما المحاضره الجلسه العلميه الثالثه توني تحت رئاسه الاستاذ الدكتور الخضر الخضاري من جامعه وهران. الجلسه العلميه الثالثه والاخيره الوفاء لروح الشريعه ومبادئها. ان شاء الله ربي الاسلام الحمد لله ديك النعمه الاسلام اللي فهمت لجدودنا فهمت لبابنا الاسلام الرحمه الاسلام المحبه الاسلام صله الرحيم الاسلام التواضع الاسلام الحب التعاون احسن الجيران هذا الاسلام الجميل يعني لابد ان نكون اوفياء لهذه الروح روح الشريعه الاسلاميه خاطر ان تسند افكار عبر الفضاء الازرق الفضاء المفتوح الا حركات وجماعات وخص انت نكلنت لبعض افكار الا لا تموت الى ثقافتنا تقاليدنا خصنا دهزنت المجتمع سعد يسكن الشباب جاوزك الفكرت غادي نكري النشره موجود الا انت كاع مسلمين تفقن غفص اش ديوا مواني يسلها ماذا بينا الشباب سنيني الهاتني لنا ديبنا المجتمع الهاتني لان اديرني دارني واللي هاتني لان شخص المعنى يضيع الوقت يضيع الجهود. اذا يسول الدكتور عبد الحميد ويسي من جامعه عين تيموشنت عن الوفاء في حياه الانبياء والمرسلين يتبع كاع يرقد كاع يبين نظن الانبياء والمرسلين كاع يجتمعون على صفه الوفاء حتى مع الاعداء كما سنبين في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. المحاضره الاخيره الدكتور موسى اسماعيل نحو تعزيز الوفاء للمرجعيه الدينيه الوطنيه. لا غنى مرجعيه دينيه لا غنى انعزامنا لا غنى العلماء حقيقه الحمد لله ان ندول نحافظ غفصا نجلس يعني قيمتي وسيله يدر نتبع وسيله يموت بدون تقديس ولا نتقدس ذا قدس وانما باش كنت جمض ذا بنادم التلهيت وني لا شي فاد ان نبنى حضارتنا نبنى مدينتنا نبنى المشاريع الاقتصاديه. اما الدين الا الحمد لله لا غير وسي الا ماشي قال لا يتراسى بريد غير ان نتبع شنين خاصه وسي وهو متخصص في الشريعه الاسلاميه توديك الظاهره تلاحظ حتى في ديك نحضر يعزم سن الكتب يعني يفهم بالسين يعزم سن اللايات يدول دان عزام ممكن يكفر ممكن يفسق ممكن يبدع هذا ليس من شيم المسلم ابدا فلا بد ان نكون اوفياء لعلمائنا ربنا نغور راسخنا في العلم لازم تكون دورير راسخ في العلم اش نحترم في تخصصك. ومن بعد لاول مره في الحقيقه توجهت الندوت ديما توجهت محاضرات اخترت توجه بتوجيهات سيد معالي وزير الشؤون الدينيه والاوقاف الاستاذ الدكتور محمد عيسى شرف على هذه الندوه.
شارك نديس سن دكاترة حبيب عبيدي وعثمان عريبي من الصوهرة ندو التو تساول عن الوفاء للهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية. كيفاش نحافظ خصوصياتنا نص الأخلاق نص قيمنا الثقافة نص تقاليدنا في هذا الزخم ما يسمى بصراع الحضارات انتشغل ما يسمى بنهاية التاريخ إلا نخسن مارو أدي عدمي تنتقل نقع كيف تفكر نقع كيف تتنقع كيف تسيك الطريقة كيف خسنا تجنع أدقول لبني صح التعبير صورة نمطية ستيريوتيب صورة نمطية عادي مسلم تفكر بتفكير الآخر. هل يمكن أن نحافظ في الخصوصيات النهضة الدين النهضة القيم النهضة سمورة النهضة ثقافة النهضة ديلسنا في هذا الزمن الذي عالم مفتوح أفكار وثقافات عن طريق الفيسبوك وعن طريق كل مواقع التواصل الاجتماعي أيدود الندوة الندوة الأهمية تزبتها هي ندوة تفاعلية تسمى توجد تقريب مدخلة 10 دقائق ربع ساعة نرزم يمر نقاش الجمهور الطلبة شيوخ الزوايا العلماء الباحثون كلها تشاركن كل يقرأ نيوش الرئيس كيف نحافظ في هويتنا ثقافتنا في إطار في هذا الزمن الذكي في هذا الفضاء المفتوح من الثقافات والمعارف ويعني الأفكار اللي تزعيم إنسان إلا نشتم طبعا يتهدم عنده باختصار طبعا عندي توصيات ممكن هم توصيات لك تملا إن شاء الله بالخصوص يبهام تشاون أو نجراون دول الملتقيات دول الأسابيع بالخصوص غادي للفعاليات المجتمع المدني حضر ديو الفعاليات رنين سمون كوزن وجروا مني ممكن أدعاد يعني المناهج التربوية يعني باش أن الكل يقل خلق الوفاة المزيد زي ما تنتقل في المنظومة التربوية تروان نقسم زي تتشرن في كل خلق تتشرن في كتشلي باش إلا غنم مديسنا والخلق قام بارشتين الوفاة صحيح المنظومة التربوية والمنظومة الإعلامية يبهذا نسأل عن الوفاء قيمة الوفاء بأبسط الأمور يعني بكري نعقل غليمار وإنما تين دي موكز بسي هذه سبب باش نعم ما تشي نرحس وشاس غرفون تينين نوملون نغلم عاش لأني قلت لهذه تم فلان عميتش معلمتش شيختش تربطاس هاد العلاقة هو الشد اللي وديك الدكتور نادق المسؤول دا زعلوك نغي جويت لي بغيت ضل ضلي في وسي استعزمت نواسي ربات خاطر جبت الدايدا قال لي لنا غشغ سيت لي لنا دوسا هاد الممارسات البسيطه تو نتم جرمي الدنجر الجواري تجمي وين نكلنت في الاجيال الحب الاخر قرن شموميت ونكر اجميل واشتت الحسان يحد إليني يبدأ مع عجل الجيران تمطط بالنسبة لي ورجاز درجاز النم يتمطط الجواري العشرة ولا من غنو لا ديما تفكر المواقف بها لا تنسوا الفضل بينهم يعني أهم إذا توصية كيفاش أن نزرع الخلق الوفاء هذا يكون وفاء للمشايخ الوفاء للتاريخ تاريخنا عند زعيم كل قلنا ديني هل يا طورا لك الجدود وكتشرني مرض راضا سوبري للجور يرني غنغت كتريبه دريب تفكادو منك كتريبه كل قلنا دي حسة دي سولي مانس أيضا الوفاء حتى للمستقبل هو غير تعاشى في الماضي الوفاء المستقبل ترى وانا غلا نولين الشاء يعني 2030 2040 2070 غلت السات تاريخ ولا رحم كل قلنا سجنا دي سول بتلك توجد غير الأجيال غداسن نشي نسد نفوق الإطار نفوق تعشيرين نفوق المدارس الحمد لله نفوق الخير دزعلوك تزاير أيضا نسق الخير دزعلوك ولكن نشي نهل لك يخترنيغ رنيغ في مشاريع هذه المشاريع الخيرية أنك تريب غداريب عندود الوفاء للماضي الوفاء للحاضر أيضا الوفاء للمستقبل يعني للأجيال القادمة إذن هذا باختصار نشي ماذا بالأخ محمد كان نسيول عن خلق الوفاء في مدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني نشيق أن الأنبياء كلهم أوفياء ولكن ماشي نجنس الشعراء وفي ربنا سيدنا ابراهيم وابراهيم الذي وفى اكيد يعني الانبياء قاع وفى سيدنا ربي سبحانه وتعالى يوصف سيدنا ابراهيم عليه السلام بهذه الصفه ولكن ربي ايضا إن على لساني الرسول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي يعني اكمل هذه الامانه شمرت يجلهم المدنس يجلهمني مسلما يتغوى في مرض النبيين بعض المواقف مش كانوش امثله هو محمد مش كتوت يعني لا تسلل انا عندناش امثله للتوضيح كيفاش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يبي خلقه خلق الوفاء حتى ما اعد الناس مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم العدوس هذا الجم سما هذا يقدر ليش قال واش يلاقي العقد يلاقي العهد جريد يدس يزما يوفق هرقل الايمان هرقل عظيم الروم يسول مدنس مستشارين سيناس محمد ولا كيتقارن دغ اليوم هنا قيل انا واسلم محمد هل يغدر؟ دقن حد يغدر؟ نسأل لا أبدا إن اسم
كذلك الانبياء لا يغدرون، لا يغدرون الانبياء ولا غدرن ابدا، غاسن هذا الخلق ساعة تفد سن أوتن سن يمدو شال العشرة 20 30 عام ناصني شريكن العشرة تزعلو تقدر ربي مفارقا بسبب من الأسباب توني طبيعي مشقة انت ونجي من كورزنت كل حد يبي يقنو بريد كل حد تاق مد تبدل ساعة تفد بحالة عشرة مع أحد من بعد العقلية ستبدل نقشة تبدل عادي أفراق وجد المشكل بس حتى تفد نشوف والله سرعن بعضهم اللي يقني يعني بكري توغ توحك حكان التافد سن عشرين العشر تزعلو 30 40 50 عام السنة غدا من غن روح لون غلو والله ما تدي حاجة إلا يرقد العدوس مسحو شقة حي وفاء الرجلة يعني الخلاق ولا تكون نموني يمارس ساعة الجلس وتقدير لسرارة صغار بين الوفاء أين الوفاء لذلك المجمع لكن قالوا شتا هو تحمك أول جيرانك هذا من تمام المؤمن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وندق العقد وندق العهد جرج يعني الوفاء العلاقة تستوق قدم على أمانة يعني كأمانة يعني صدق الأمانة وفي ذو كرم وصدق مش إن يقن شمائله السماحة والوفاء يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة اللي أنه مثل أيمارو بالنسبة صلح الحديبية يا أخي في صلح الحديبية معروف إلا بتيجن في العهد في العقد إلا جنت يجيت الرسول عليه الصلاة والسلام مع الكفار بتيجن يمسلم يروا لاصني الكفار يزوي يمسلم أسنت الرني مسلم مسح العكس خاطي بتيجن وكافر يروا يدول المدنس القريش أدقي مغرسن يعني التينت في الظهر هي شروط مجحفة مسح خاطي صبرني سبحان الله وبشري الصابرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقب عيد يجي القرنس أبو جندل بن سهيل بن عمر وندي مسلم يستغفل الكفار يرول يزوايا يمارو يزوايا يمسلمن لا يفرح يزوادي ملاقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يملاقى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يرقبت يبتسم هنا يا سشر أحد الولد دي مسلم هذا هو صحابي دافع غفز بتغس أرقب التوازن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أولا إن عقدنا بيننا وبينهم عهدا ولي مكن وش غاس ناوال أشر وإنما بتغسيني وش يسمع يسمع حديث في نفس الوقت يشحن اسم معنويات يشحن راس معنويات الناس اصبر واحتسب يعني صبرت بربي فإن الله جاعل لك فرجا الناس ربي غادي يفرج وفعلا يعني نشو السلماني كاع السلام توصل في صلح الحديبية يقع الفرج يقع الحمد لله للشقن والسني الذي سلفتح إن فتحنا لك فتح مبينة والسني الوفا وسي وفي محبوب عند الله محبوب عند الملائكة محبوب عند الناس يتذكر الخير الوفا بالنسبة للأنصار يعني قاعد السني لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفق سمكة يجد يتلس يجد مدنس الغار مرغم لولا أن قومي أخرجن منك ما أخرجت توفي لوطنه ماذا به تغرد كما فتق مكة ويرول دار ولا مشي لو سيمارك لي منس البحر مش شي نموي مزو يا الاوروبيا اتق الله اول نفس شتت عزيز حياتك بربي تنجحد داني نغدي الناس مسحر بالعقل اصبر اصبر ايش وش ربي اجتهد صبر تجد لمني ارش السواد ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد ولين ونادي وليت فوق مكة عزيز غفز مدنس يتشرديني لولديني ترباديني بصح لا قال في سبيل الدين يفق تخمرغم يتغرت يزوى المدينة مدني تستقبل في المدينة قرنس الأنصار شي ناس يعني مع الصحابة الدوسين زون نيتلينسون زون لوسي الناس بس خصها تطلق طامت وتملشت يعني توختني هذه يمكن يقنا ضيط طامت مش كتزوج يعني قن الخير دز عليك وشي ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيمارو انتشر الإسلام كذا وقدم الأنصار أتني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا غادي نزهد ديسن خلاص يعني كتر خيركم بارك الله فيكم تبدل معنا غادي تولي إلى مكة أبدا الرسول انت تمتى تقارسن تهلط في الصحابة في الأنصار احفظوني في أصحابي لا تسبوا أصحابي في غزوة بدر ديما في موضوع الأنصار غزوة بدر ربي إن شاء الله الحمد لله يفتح في مسلم أول معركة فاصلة بداني مارو يتقسم الغنائم يشس الغنائم يشسني المهاجرين الأنصار وسني وشي الأنصار دي اللي نبدل معها شمرنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مدنو لن وسين سمكا جين دي تلينسن جين دي نكسبن يوشاسن دقن التعويض بعض الأنصاري غادي تمسي الحال تبنو دا ما نشنينا وها مغانتو شي يعني يوضع والي سيدنا معنى صلى الله عليه وسلم يجروا يمروا الأنصار بتاسنين يربط الوافة سنين وبعد تجيم 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 تجيم
ركب يعني ما يسمى بجبر الخواطر. ان شاء الله تسير في العطله يعني قندرسك يا برمجه جبر الخواطر. ما احوجنا ان نجبر الخواطر من اعظم العبادات. يعني نجرح مدا وجار نجرح انت لا مجروح حسك الجبر 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 يعني كان حد يرص التداويت يعني التداويت التداويت واش عليت واسي بالابتسامه بالكلمه الطيبه شي قنوي تمسح دولس يعني تمسح دولس تمسح سولس عمان نحتاج الوقت الى واسي يمسح الهاون يمسح دمعه اللي تيم دوق الليل تهجلت واسي مهموم واسي يفشل واسي يفلس. الرسول صلى الله عليه وسلم ولي غيس قد يركب يقن مكسور الخاطره ماشي نقار يجروا الصحابه تاع سنيني الانصار هنا يسن اولا انتم اصحابي تسمى يذكر راسن كاع الخير يجين الناس ولتي ابدا مدن الناس من بعد يدعو يا اللهم انصر اللهم اغفر للانصار واغفر لابناء الانصار واغفر لابناء ابناء الانصار بدا يدعو سولس ومن بعد بتغسلني الناس مدن بين الشات وبين يعني حد يوين عيش حد يوين قرق شغل الدنيا توبرك اترضون مدن زوان مع الشعاب اصحاب يعني المهاجرين هذا وين يتلي وانتم تأخذون محمد صلى الله عليه وسلم التبي من خير من الذي يسمعهم اللي غمعهم من الشين أدى سمعهم فأسلكوا شعاب الأنصار فبكى بنتغرت أننا رضينا يعني بمحمد حظا ونصيبا. هذا من تمام الوفاء يقول حد يستعزمهش يا ربايش الجيرانش يا ربي من بعده تنفهم دمعاس يجب تكون وفي ونكر الخير ويمكن يمسلم ينكر الخير هذا يتنافى مع العقيده تنافى مع الدين مع سمح يا اخ محمد نسوي عن مثلا الوفاء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان وفي مع كل نسائه حقيقه طام الزان تنا عيشان ام المساكين سودان ماريا خديجه رضي الله عنها حقيقه كثير من المواقف يعني النبي سيس دروس في الحقيقه نشي نرجزنا كان مقصرين في حق زوجاتنا وامهاتنا. خديجه رضي الله عنها بعد ما تموت يسمى سقواس كامل يسمى سعام الحزن يعني سبحان الله الوقت تبان تحت تموت عم تتصص يوم الفرح هذه عوده مناش انت عام الحزن عم تسموت يسمى بين بيدك رومانسي ما راه تسوم في الرومانسيه العشق الحب الغرام يلا هو تذق سقواس وهو مسؤول عظيم ونبي وذق حد عادي خير خلق الله خاتم الانبياء يسمى سقواس نعام الحزن يجول الهم تمطط ولا تبد معاز سيدي يسوي نعم اول تمطط تمزوت اللي تبد معاز تشمر تشمرت بحكمتها سرزنتس سويتليز سيدي يسوي من غاري حيره يعني يزدي قوت ناس ابشر ان الله لا يخزيك الله ابدا تبد معاز يعني هذه المراه كل مواقف الى امنا بارك الله فيك قنواسي قنواسي تو مع عائشه رضي الله عنها بدا يذكر خديجه ناس يا ربي بديت ترقي بديت وسرت ربي خلفاش طيب العيد تبها الله الله هات تفكر دي توسرت يحمق يس والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا أبدا هذه يمكن هذه مش كان يكسب طمطوتني تولعيتني الله الله تجديد أسين والله بقينا غير من الحق ولا من باب الطرفة أبدا موقف خليجة تخلي تسلى يا سديني ما تجرح تموت يا والله الناس أبدا لم ويخلف ربي إنا يستبد معايا نصرتني إد تركني الناس وواستني بمالها وكذا يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تموت معاهم مني ولي قبيل على بالك ساعة هذه غير تخسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركض ديك الوفاء عجيب أتيزون تحميزي أنا ماشي نقار يبهاتوني تغماني ولا تغ بكري وجهي تسقطت يقول حد يموت ساعة ساعة يقول لك تجمي الجوارب بادي قبل تحميزي قبل الوفاء المعروف يعني المعروف اني ديك شيء بها بتولت نجم دي وجهي شغله بسيط مهم جدا سيتو لاي تو بكري عمار دو اللي سو عمار دو دو سماح تملي قال لي ما قلت لها قلت قيم يعني قلت قيمه قيم عجيبه جدا خاطر سيفني بالك من غن بالك يزقى في الجيران نسبه قنو مودي فوحي ترقسي تنيك الطمزور تفوح تبهل مش كات مسامح نحن كان مسامح قلت شغل عجيب جدا هندود الاسلام ليس مو فقط عبادات وصيام وحج وتتمارس نشغل قاعد هان من السنة بصح جمد بين الخلاق قبل السلوك قلنا العشرة لنا إذن أدي زون بتغاد ما نغاد أديازن أيسومون نغطي حميسينو أسنيني روحت إلى صويحبات خديجة تمدو شالينا نخسنت خديجة يتفكر لي سن سيدنا محمد وفيت متطس نعم وفعل زوجته هالة بنت خويلد هالة وتماسن خديجة رضي الله عنها ساعة
الزبده بسنين هذه هاله تدهاله انها تذكرني بخديجه. تفكري هذه خديجه رضي الله عنها. كان شيء عجيب جدا سبحان الله. قال وفيلا لا يتصور. اماني على مستوى حتى على مستوى العلاقه مع الجماد مع الطير. يعني دوني يمسلم عبد الرحمة يمسلم هني زوا احد احد ضغى دورير بتل علاقتنا غير ورير ورير انين بنادم قسم مشاعري تحس غير سول بصح ورير. قنوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا مع الصحابه نجو ورير نجو احد ان يسن احد جبل يحبنا ونحبه. هم يا وسن في نظري والله اعلم همينا نخسيتي خسانا يعني نسن الى احد يوقع لي هزيمه المسلمين. لعل البعض قاعد يتطيرون شي احد النيل لو سيتطير بعض الاماكن ما على باليش يوقع شي المشكل. كنت درت هذيك راه درت النين هذيك راه طوموبيل النين هذيك راه الحي النين هذيك راه غير مني كاع هذيك راه عشيره النين يوقع عزيز. يعني هذه ربط الفشل الفشل النين المشكل النين المصيبه اللي تكون شاني خصني انا الرسول لازم نكون اوفياء لهذا الجبل خطير بريء اورير ما تقنش بما كسبت ايدينا نشنين السبب وحود يحبنا ونحبه. أشهدوا كلمات توقعك معركة لني أنا بسبب النصر ننتصر بإذن الله. المشكلة اللي في أحد خصني صح المفهوم إياكم أتكرموا لا وريروا هذا عاد السبب لهزيمة خاتي لهزيمة نشني السبب أحد جبل يحبنا ليربط الوفاء. بالنسبة للطيور على أختم بهذا يرقب قلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلنا الطير يرفش وش قالني يعني يخلع مش قال يفرفر يدق ولد يفهم إلا قلنا حد يبي يستروس الحم وراء انك تاني هو مبوع مش القانا زوكي يحمق الناس من روع هذا الطائره في عشه منايو لي بي صار وصي وني تلقي تحت تشغب من مسله تشغب تكلب غفسم رت ستارواس يعني بتد بوعود بتد ناتزوكي في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. الرحمه والوفاء الوفاء لها للمخلوقات الوفاء للجماد الوفاء للحيوان الوفاء لمن احسن الينا بل العديان ماشي قارغ الاعداء وسيد العدوس يتوغ مع سوافي ولي قبيل الغدر ابدا الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا هذه هي الخلاصه اديني تخزدوا شرك باش يسمى قبل ما غنرني يا ولي يعطيك الصحه يعني اسلوب مشوق الاستاذ عمر بفول اللولي تشوق لنا في الاخلاق الوفاد قن خلق لان يوتي زوران القران يوتي زوران سنه واسر محمد صلى الله عليه وسلم لي وشغفس نجا نزوان نبد معاون نزلين وحواف عمر يا حداودي ادندول بعد مني ديما معني جونا المستشار الغلاف نتغوسي وين الدين الحابوس يوتنا انعزام الاستاذ عمر بفول يا غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا غدا سرتي جورا ليعدوك وزغرتي مورا الاخبار غيري يوسف غدا سرتي جورا اتش اصبار واتش السعي وتعبا وسانيك زوان النشي نصبا وسانيك زوان النشي نصبا اتش اصبار السعير تعبا والساني كزوان النشي نصبا والساني كزوان النشي نصبا الغربة تتغريتي وي الدب عمسن الواد الغرد سرتي جورا يا غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا الغرد سرتي جورا ليعدوك وزارتي مورا الاخبار غيري يوسف الغرد سرتي جورا يا غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا الغرد سرتي جورا ليعدوك وزارتي مورا الاخبار غيري يوسف الغرد سرتي جورا ربي سني تساون والو وليك يوضن إلا يخسد يونو وليك يوضن إلا يخسد يونو ربي سني تساون والو وليك يوضن إلا يخسد يونو وليك يوضن إلا يخسد يونو اشتل بغش الجين غيفي الترى الغرد سرتي جورا يا غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا الغرد سرتي جورا ليغدوك وزغرتي مورا الاخبار غيري يوسف الغرد سرتي جورا يا غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا الغرد سرتي جورا ليغدوك
وزغر تيمور الأخبار غيري يسار أخبار دا سرتي جورا ربي سوضى تزوي غلو أغلان الدولة غلط مرت دمدني كي غلان الدولة غلط مرت دمدني كي غلان ربي سوضى تزوي غلو أغلان مرتد مدني كي غلان الدولة غلت مرتد مدني كي غلان هدع شغل وجليد لشنا غزوان فاد أغار دا سرتي جورا هي غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا أغار دا سرتي جورا ليغدوك وزغرتي مورا لأخبار غيري يوسف أغار دا سرتي جورا هي غاب وعود شزنا غدا سرتي جورا أغار دا سرتي جورا ليغدوك وزغرتي مورا لأخبار غيري يوسف أغار دا سرتي جورا جديد أغار فرفر سود السلم المهني نعمر يا 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 ابو عوده شزنغ هذا سرتي جرد يا جديده غير فرفر صوت سلام ماني نعمر يتمين الاستاذ نغ نعزام عمر بفولولو يستنطق ابو عود يحوف السيسه هو في عمر داودي انا نرقب ويجي غير دوافي لا دسر يعني عمر داودي يحوف في عمر داودي زقاي سي ابو عود باش يزن دسر يعني تيري سلات سبحان الله انت تحيتي عمر داودي هذه القامه الفنيه تيمانز بوعود الجنه سبحان الله ضافروح الجنه عمر داودي ربات يحفظ على ذكر بوعود بوعود الا تيشانغد المعاني لهنا الامن تدار نسيتو دار بكري بوعود الا ريح معانا تدار يعني ركد علاقتني الجميله تدار قصور فيلات ديس بوعود نغلا شوي السن تدار بسيطه مسحت تربي بوعود نترحت سبحان الله على ذكر بوعود هو محمد انسيو في الطبيبه هذه يمكن يغلبوا السين متى الطبيبه عند الهدهد ترني بها نغرس غسلك يعني الطبيبه سوق غرسنت الطبيبه سوق غرسنت الهدهد السعره طبعا تحافظت في الشيخ عمر باش يسلم تقصير لك من باب الوفاء ربي خلقنا غير شان قنيلس نكون اوفياء ربي خلقنا غير نسو اللي كتليت من ايات الله ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين وفي قراءه للعالمين الهدهد هو طب محمد طبيبة. يعني طبيبه غاسي قنت الوفاء عجيب على بالك الهدهد طبيبه ذكر ارجاز انت يتفغ انو ارجاز يعني ذكر الانثى سبحان الله يتفغ تبي الرزق يسمى يزق حتى هو المعاش يطروس اما طبيبه الانثى تمطط قيمه عسه في طرواني بزان لمس نجلف لا دير ارجاز تزود انت يمارو صغت تقدع جسات ماني نكت الساعه قبل السمسيله مني هذه الشهر يعني كجوج زده وحدي اسني واش انا كتب ربي اتفونتها هذه قيمه عسف في سمس في طروس نعم يتعسف في طروس في طروس النغ العكس المهم بتقني بين الوقت سي باين خاصه ذكر يعني ستمطو الساعه تقضى لي سجوم جنس الساعه لي باين الوقت ساعه الاول اطول يمار دي السجوم هذه الشغل دي تشغب يمار اديس الوفاء رقب سبحان الله يجي تلقى شي غريزي يجي تربي فطري يبدا يمارو تجي كان الصوت حزين كئيب درامي السوفاك تقول صماني يلقى الصوت هو الفرحه الصوت يشغب دلام يبدا يرني يبدا ضد جد يتوطد يرني الصوت الني ويضرب عن الطعام وليت قالت تدول من بورس من طرواس طمطوط حبيبتس هذه التدول هذه السوسم هذه متلاشي هذه قيمة زيمة ويضرب عن الطعام إلى أن يموت صباح. إيه ديمة أنت زيمة يلوز ممن طروس التدويل يعني قن مثال حي بها على ذكر الأزواج من أني عزمغ في القصص اللي وقعت في المجال الوفاء يقنوا السار يعني 80 عام دوجار
يزوا اغلى توت بسكلات يقن الشاب رباطي هذا المناسبة من باب الوفاء. الوفاء يعني اللي زعلاك وفاء بالزانن اتصلا موطو شتيت لك تحس بيه مش تقويد من جد يعني الحوادث اللي تصارنت بين الوفاء بين الوفاء الدين يا ربي الوفاء لا خرتش الشاي من قيمة وسولد إذا نرجس وتلقس يتوهد دم عالتي ونطلوط بيه بخاطر حد زعلوك غالبا تلقس تيتي توعر نزعلوك إيوا زعما الطبيب يقارس مع الدواي مع تيقارسها من الناس ودا زوط مطوطيك لا لا تعالج قل المركز غزهايمر يعني تتا تلقس يباين الوقت انو غجار تحس السجل اللي تطا مع زيني الناس اسمش التليفون اسني نرجس النمل تعطل ديالك تجن ساعه نص ساعه يعني روطا الناس ودي واش تسلي وتفهم غزهايمر يعني الناس يهم لك بات غزهايمر تتا يبات الشط زوي اصلا الناس نشوف كاد زوي يتصقع مسح يكفى كاشنا بلي تو طمطتك لك اونيسوها هذه ريحه معاس كاف كاشنا شي طمطتك يكفى الطبيب بدا يتغرد هنا ساعه ساعه سين طمطتك والتيس غسو الا كان المكان الفلاني شكا زق المنشان خلاف انا كيزرد مع اصحابي كاسين غير شي كلوزه ولت تغسو كنجيونا بدا يتغرد شي سكن الدرس يكفى شي صوت طمطتك تا ولد السين تود المثال المثال وضيضا عند توقع في اوروبا في فرنسا يقن دي مسلم يخسدي شركة الدار تي زوايس يقن فرنسي دو غوامان غص يعني الله يبارك يغلب الدار الى سعودي تين نزنزي وجي نشري الناس رجاء يعني زير مع سي ناس شوش العهد السنغد دياس والنغات سغنت الدار وشي ثلاث ايام ادفع الناس بتضمني يسول غف سرقة تيد ما شاء الله بسم الله يجو العقد ثلاث ايام ادفع نعم التوغ تدار تتجبة نيني مثلا وقت 200 مليون يقيم الحمة 6 سنين يعمر والديوسي مشتري سيديوسا مشتري يعني البري يغلب مليار و200 مليار ونص يعني يوسا زي مربه متدرت نسا ودي حمول لك الطفوه داك نفهم لي سيده مشتري الناس وهو كذلك ضرب التغج ياش لا غش 6 شهور 6 شهور اش كمل معلي 6 شهور ما كيعمر تدرت 6 شهور مسح سوف اف 3 ايام ويسلموا الا ان استمتد معنى الوفاء يزوا يصونه تدرت نقامانو الناس مرحبا خير الناس ماكش تنيسا حنا شهور عادي حماكش المشكل وني اللي وجدت خت الدار تولي مستعجل يرقبت لا تعجبت وصف غاس وجاس لو بري 6 شهور ديال عادي الناس الوفاء نفهم في 3 ايام روحي ما ربت تجي الناس دبرت تبجنك الناس بركيتيني الناس ودي يعني غير لي ما بالتلفزيون بي في لي فوتي زنزخدم بابخذ الاسماء خاطر زنزختنا من دبلز كي غلوطيل الريال ني كيخشري غنشي قلت الشومبرا لوطيل نشي طروك سنبورس سنبورس اتريتيزو تمططي هنا جات جدا ماني كنا اش تشور ناس يتسمح ديالنا ولي يقبل ربي ولي يقبل ناش 3 ايام صحته جي 6 شهور بصح في العقد 3 ايام يلزم هاد ربي غير منك فمان يتاثر يقيش على النهاجيب يعني الزن زيت ليس ومن بعد زوير قلت درتني بيت تمشيت لا استيكا تيري قلت يعني وانا غدس نادي عمار وليتو في حفر ساعه ساعه البعض هذه شريت درت سغادي فرنس الله العافيه روح عمر شتنديس الكوري حاشاكم حاجه قدركم يستيكا تيري قلت بيت ما يصرف ديس الناس بتدين الاسلام والله غير قلنا الاسلام العظيم اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله يوسف الاسلام نسخاش كم نشراه روح يبارك فيك وطمطو تشطروات والله ما نبيعها وقت لنتش سلبريام الزوار سيتو تفد 200 مليون وجي مليار وشي انيتو شي دشري وكره طرح خص الحساب ربي خير مثل الوفاء ربي يرزقته من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اش كم قصه ايضا واقعيه يقن يتفق يعني تصيد يتصيد في عمر في الريف ماشي نقار يتجد يتغشكن ويدي متربي ايدي من اكثر الحيوانات في الوفاء في الوفاء يعني معروف اودي ولا تغطينا بك شي تغطى تفد يعني سل بعيديات تزهلت فرح واش يتشاسي خسان دلمعاش يتزوش تفد تفرح ايموشن كاع نشي لك انا وفيا نغوها ما انت الحيوانات كاع وفيا لاش كاع حتى قرنت غرنت واش تزروت بات الشيء زود تهوى كديس واش تي صغار انت شتوت النقبه تزوج شتي سديس دفاع عن نفسها بصح ماشي البنو دام لك انا اوفيا جرانا غنخاتي اذا نونيو غسي غسن بورزي بالزن تنطو تسموت التجديدي وتعسى ديما مونيش زاويد تجدد تكون مع تسمسين الديواني صيط كثير زيس ناقد الحمام المهم يقن واش يسد يرقد يديني يفغز شغل شغل يبهت يخلع اخم فورس قاعد يدمن يخلع يقن وخلع يسمى الشو يقن سي طرواس يبيد الشاقور يشس جرت الطوان يطلب قاس داني ينغيت مباشره على يعني
يبتغي يبرد يمانس مشي نقار شوكني هلا قد عيديني لاني يشو يجنسي تروس هذا ينتقم السيس هذا يقضى قفص يزوى مباشرة يقضى تروس لما سنكو انت الدار تسترعنا هذه هذه قلمة في قنت تعبان دوز علوك يبين التغي تهوك معاه ويديني ايديني ينغيت دفاع عن هؤلاء البراءة بدي تغرتي ريح تعمرت ونيو إلا يتغدف أفطار وقت نغيخت الحكم تغنب بيسا لن يغلب عشيرا لن يغلب جهل الزواج الأحباب شريكا جواري التفد العشرة العشرة ساعة ساعة أدي جي كنت أصره فيك بلين أبدأ أنت معالات متيش تفاسير أن حكم اللي ونيو لي الزنزي لي السيو الغيفي لي الجيي بالحقل أن ونيو ينغوي دي قبل دي تبت أي دي الوفي طول حياة سمعات هاصبر تيقن سعدي سقنا شيني 20 عام دام ندوش ليك يا خويا لا يوضي دي قنوي ولا السيس هروح تبت تيقن توم ليش السيس كاع توم لي النات واللي يقصدها مني لحظات والغريب في الامر الكثير من المشاكل اللي توقع جامدا دي فيتيليتي تزدادين بيعتي انك ظنت التفد بالعقل وتكون ان هذا الرجل وهو فيه يمرق بيده من يول بس يعني الشطار وص انت تلقي سوافي وجرس انت يدفع في طروس ومن بين الوفاء هو محمد الاتقان اتقان العمل الوفاء الوفاء الشركه تخدم الديس المعلم يتخدم مع سن الوفاء مع ربي الزار ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا انه يتقنه بكل صراحه يعني بتيفو دي زارته دي زارته بتيفو دي ليك اخذ دي ليك كذا ليس من الوفاء هامي حد وضع نفانا دقتني للانضباط قل شانا تفت سوين شانا وضعنا شيني وني ونغ نحد وضع خاطر هامي صناعة متقنة من باب الوفاء ويتهمي دخ استعرف أن الشين أتكون وفي لا بد وللضيع الرزن والضيعين كذلك واسي سبح الله وفي مهما كان الزمان الديبيين إلا دلمعد النور أدي نجح أتي تبت ربي أدي يفتح غرس ربي سبحانه وتعالى الوفاء للوقت يعني إمارنا الوقت وهو الأساس يعني صحيح صحيح تعني السيسمي الوفاء للوقت ولي ديك الموضوع ده والساحق عالبك الشيء قلنش هاي لان وتجمت التهديد ولا تزنزت ولا تخدمت ولا تجمدت ولا توهبت عند الوقت وتجمت تسخد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تسخد عباك أخ محمد غريك تساعد الزايد باش تخسد من شيتي وشديتي مستحيل عزيزه وتخلق يا ربي غير ربي سبحانه وتعالى خلق الوقت الا الله سبحانه وتعالى لا يصنع ولا يوهب ولا يعني ولا يصنع ولا الوقت الوفاء للوقت ان شاء الله لاني عزيز اذا نجينا مر يعطيك الصحه الشيخ عمر بفلولو وانا عزام مستشار ديت نغلاف نتغاوسي وين دين بالحبوس صوت تفوين تيم برشين سغدنا سيمارو لندهن نتغلف نتغاوسي وين دين الحبوس ديك الصحه يسبي قد عن تغد دي الولايه نورجلان تمن توغورت تمن طيبات قبل ما غنسول في الملتقى نسن بلي تنغلف نتغاوسي وين دين الحبوس نوزر شؤون الدين والوقاف عيلة تجي قوافي نختارش فين وعزامنا القوافي العلميه يمكن الاهميه نسن دول نسن تطفينا ونترش فين غلميد يعطيك الصحه ومحمد فعلا توغورت سبحان الله إمارة اللويد قضية ديما قضية الوفاء تولي الزاويت مسعود بن مسعود إلى يدر باب الزاويت زاوية علمية قرآنية غرس طلبة أرجز دنبارش طيبات يعني طيبات توجد اسم ملتقى دولي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت رعاية السيد الوزير الأول تحت رعاية السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف والسيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى زاويت كيفة الولد الإخلاص والوفاء سول غمار والزاويه توز ضمان يعني امس الصحراء وين كنت تزعلك بيدي مرة نعمر انت الولد يعني تمدينت وليو الشيخ بن مسعود بن مسعود التلميذ الشيخ بن الكبير اضرار ما شاء الله يعزم غرس يقول وفاء عجيب اذا قاست الشيخ الشيخ بن الكبير انا صرت زود المكان الفلاني توت الصحاري غير تلفسي وين تطور دام ديني دو الشانن اسلعيه انا ستجدني الزاويه واش انت كيفاش الشيخ ودي الصحراء تسماني كيفاش وفاء للعلماء الناس الشيخ سيزوا بنور الله يبصر يزوا يجوش يتخامنا نحكي لنا نقول كل غير يجيك التخامت ثلاثة ناس نعومات يجو يجي صماني بالسين الباشنا قنشرا ليقيم ديني تيني دوامان بالعقل يعزم القران يدعو رب الزاوي الطلبة من بعد يبدا سبيطالب واحد يقنو في يقن الراعي تو الدورة ديني جاز من ميس يعزم غرس يقن بدا تزعليك 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 مارهم 48 ولاية ما شاء الله وسيد من خارج الوطن وسيد من سوريا وسيد من لبنان وسيد من تونس ملتقى دولي الموضوع تفكيك خطاب التطرف وتفعيل دور المؤسسه الدينيه تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه فركبت لي خلاص ماني صاود قلت الوفاء الوفاء يا ربي سبحانه وتعالى الوفاء الرساله اللي وريني نشري ماروداني وحديك ما انا غتبين يدول سبحان الله بدا نميد انت سند عمرن يدول ديمارو يعني الوالي يعني حقيقه نذكر وسيد جو الخير سي الزاوية تسس طلبة تسس مدن تبدا ماس نجي الصحراء الكودرون مني دون ضيف مريقل الزاوية هني بفضل هذا الرجل اللي يدير صديق وفي لرسالته وفي للقرآن وفي للجزائر وفي لشيخه الشيخ بن الكبير ربات يرحم ف توجه يعني مجموعة من المداخلات أيضا جا كلمة باسم السيد معالي الوزير نسول عن قضية تفكيك خطاب التطرف ديما دينا غنحمد ربي لا دول الجزائر مارو نموذج يحتذى به حقيقة وفود ووفود تسن من أوروبا من إفريقيا من دول عربية خسدت بين تجربة الجزائر ما يسمى بتجفيف منابع العنف والتطرف الحمد لله نفغ الأزمة التطرف للعنف نبين ديمارو إلى الخطاب التطرف يعني وسي يدعو للتطرف أنه يسوفض فتاوى يعني يبنت على خلفية شرعية خاطئة الملتقى كيف نفكك هذا الخطاب الا يشوص المغالطات ودقلمدني لانه السين الواقع والسين المقاصد والفهم من نصوص الشريعه الاسلاميه يفرض كذلك بمجموعه من التوصيات
عاد فعل دور مؤسسة الدينية، عاد فعل دور مؤسسة يعني الدينية طبعا وتجي صح، وتجي الفراغ الافكار، ولا تدعو الى التطرف، تدعو الى العنف، تدعو الى باسم الجهاد بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انها شعارات الاغلبية مدنو غرسن اجندات سياسية لن تنفذن هذه يمكن السنن سادش نسن لن تنفذن بعض الخطط، بعض المخابر لن في بعض الدول الغربية لن تنين خدمن هذه الأفكار حقيقة هي صناعة أشي يمارو حتى الذوق، الذوق النغل لن من خلال بعض الوسائل الذوق تيمانس اللون لامود شين السود لامود سقوس وقع على باليش سقوس ونغاورين شين تبع البيعاتو أشين سقوس مثلا روز قاع ميدنا ثقن روز عجيب سماني ميدن الترنس حتى في الذوق هناك صناعة قوية جدا. كذلك الأفكار اللي خصنا تخرب المجتمعات من الداخل، أما شيء في بعض الدول للأسف يعني بتا اسم سكادة دي توانغ خطر من طائفة الفلانية، بتا كذا دي توانغ خطر من طائفة الفلانية. نشيل الجزائر الحمد لله شغلنا دي مسلما الحمد لله جزائريين، أمازيغ النغ السوى السعرابت ويتهمي توند الهوية الجزائرية النغ الشخصية الجزائرية في إطار الدولة في إطار الوطن يجروا نغ الوطن. سواء من أن توله لديس أفكار تريد أن تفجر الوضع من الداخل باسم اللغة نغ الجهة نغ المذهب أن توله عند الملتقى اللي يحاول. وهناك قافلة علمية تجي وزارة الشؤون الدينية سقواس وتخير الأعلام أعلام الجزائر زوال كثير من الولايات الحمد لله سيسن تغرداية تيزي وزو كثير من الولايات يعني الدور مجموعة من العلماء أتسون في الأعلام أنت مدينة النت ندبينا الكتب نسن الجهد نسن وهكذا خطر يغرب السجن للأسف للأسف نجهل تاريخنا نجهل علماءنا وسيجهل تاريخ يجهل علماء الطبيعة لا تقبل الفراغ في دبونا يعني أغلان منه نعم. يعني منه ويتأبين منه الملتقيات اللي تسون في العلماء ذو الرموز وغلا دانيلا يعني حقيقة مبشر بالخير ثوتنا ربطني حفظ أنيس نغ يعني أدي يمكن لله بعض النشاطات خلاف إلا تجنين تعشتنا تحريز نقصد جنة يوم دراسي نتكريم الأخ محمد بن يوسف ميسن الشيخ المؤرخ الشيخ سليمان بن داود إلا وني يعني تشرفت ملقى مع سنة 2003 في جدة التوع إطار في بنك الإسلامي للتنمية يعيش في أمريكا في كندا ديقن رجل دنبارش يعني ربطني حفظ لي الدر أتكرما أيضا أتي الجن الشيخ 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 بحيو قبل زار الشيخ محمد بانوح نوح مفنون أرجاز ولا يعني ديك النموج النموج يعني مثالي صراحة الصفاء الزهد الورع الوفاء كاع القيم الله يبارك لنا أرجاز وربي يرحم نموج مثال وفي لمبادئه ولا تخلفت مع في الرأي وفي أنت لمبادئه وشي تعصبا يوم نسجن شراه كان وفيا له بدون شجر رحنا شي كفرنا يندود الوفاء يندود التعايش يندود الرحمة لازم تكون جاري مسلما ولا أول الزمن نكون كاع نتفكر كيف كيف كاع نتقن كيف كيف بصح الوفاء الوفاء إذا نعاش في أمان مع بعض. ده الشيخ محمد عبصير يعني معروف الشيخ بحيو ايضا تعشرتنا نتبع حمد تغرديت تعشرتك محمد ماك مرحبا لك هذا المعروض ربطنا حفظ الشباب يعني توت يعني تعشرت لنجينا الجين يوم دراسي سنين الجمعه 28 ديسمبر غدا سن الجمعه يوم دراسي حول شخصيه الحاج عمر راس نعامه. حاج عمر راس نعامه وني تخدق عبد الله عجيب متعدد المواهب مزواري السعزم طايزه وتغلان وني معروف الحاج عمر راس نعامه يقول جهة دجعلوك قال دي لي توسع الزام غرسن تقول بعد ميدن الفهيم الوقت اني تبيت الغير تنيني في الدين مش كون نقارق نشرا خلاف تقول تصرع ناس يعني تفدد حكايتوني نشين توسع الزام مدرسة الإصلاحي دي صغب الشابكري ساعة سعدي رقب أماني الخطي أي جام العين توريام الصادي توريام اسم ماذي يعني اسم ماذا أحكام تلاوة يدوى لات الجيران إيش غرس يعني ميدنة الجيران تودك أخسنت محبو يعني أنت فويت مش قارن ميدن نغا الدف غمارو يسعز مي كومار تي غير غرتي حكايه انه يبدا شي قلقه ولا حيه يدغ غنيت بخت نكل بنخسيسن ما شاء الله انه الحمد لله ممس حاج عمر راس نعامه ممس بتسنا كنوس ناس ان شيء ما وقيله كي وغمد الهواس خاطر ميد زقان ساعه صار انت يقود العا يويز مشاكل ممس يعمر مع الوليدات ناس ممي العزيز كتودي ديك الرساله بتا تدرت وشتكفي تغرطك توسعت تسعزم الديس يرقب يعني كنا بالمناسبة يوتنا أبو الرابعة نكرس الخير سيمان قزريت لتجل عرسي ممس يعجبيني جوك المبادرة
وان كانت جي اختي سيقبل الحمد لله وانما انت خصك تجيب سيتي تبها يعني شي قلوس جا غجار زقاس المعلمين يستعزمن لو سي توفايا ديك الوفاء يعني اقل شيء ابو الربيع رباط يحفظ تاع عوريديج العرس مميس هذيك الرنيس المعلمين يستعزمن الا واش ركنت الغلبيه قاعد يزعلك يعني بدروع تكريميه اني لا ندجعي مزما تنتكر فما حوجنا الى هذا الخلق خلق الوفاء الوفاء يا ربي الوفاء قيمنا الوفاء تاريخنا الوفاء لجدودنا الوفاء لوالدينا لزواجنا طروانا عشيرنا الوفاء حتى واش يمنغ معانا نمنغ معاس مسح نكون اوفياء لا بد اني لا غنجمع الوفاء الوطن وتزيرنا الى تعزيز غفنا الوفاء اذا قيمه اخلاقيه حضاريه ربش يسمر العزامنا عمر بفلولوسا وانت تفوين تيم برشين يوفقك ان شاء الله اتليد اتصودت كرده تنبرشت ندي الاسلام الا نادي السيفا ويقرورني السيفا والعقول السيفا ومدن يونت نغلتي فا والتزعيم تربش يسمر ان شاء الله يعاونك تنمر تمقرنت يتنغلاف نتغاوسي وين دين الحابوس الا جبافا ومرشدا امقرانا ان شاء الله تليد نرزوف نسلام تيدي وتطارا جار مدن نتمور تنزير مدن تمور تمسلمين ماشي لا نتنشاش الا كان غنملاقي هذا تقيمت بلا باش غنتوي دا ونتطفو انت مبرشين ان شاء الله مدن غوسي ليتبعنا غدي الحس مرحبا ان شاء الله ليبي تطفين سو الخلاق انبرش اعلان داين خلق الوفاء الا كان غنفسوت سوى ند المعاني التنفاسي غنديوي انعزمنا عمر بفلولو اتوتنا غير مبرشن نعزز ديمات اللي معنا غدي تقيمتنا مرحبا نبد معاون نزلي ادندول ايدون بعد ومني ودين دو نايتي ترا الجدي تروى الدين الجد الجدي تروى الدين دون نايتي ترا يا الغني يا المغني أغني يا ربي يا الغني يا المغني أغني يا ربي يا ربي صل فضلك تنمرتي وتوشي دوشي دغنشي يا ربي يا الغني يا المغني أغني يا ربي يا الغني يا المغني أغني يا ربي أربي صوت فضلاش تنميرتي وتوشيد وشيد غنشي يا ربي أيو شوشيد وشيد أيو شوشيد وشيد شيولا ملا الله يا ربي الله
سدار ولا ولا نغ هدايا نغ ربي سفا وابريد نغ سمال ادمون نغ سونيزلين تمجرالوتن الاجيال الصاعده الدحوه في محمد نحمو نجار ندوليدهم غلط قيميت مرحبا شاشي لك نغ نبلاقا معاون عزام الاستاذ اسماعيل دودو امسي جور نغ المدير مدرسه الرضوى القرانيه ايوا اسماعيل سلام نوجد برشا مرحبا اهلا وسهلا ربي يسلم ان شاء الله ونهنيت اللي متوضم غلوشمار الفصل مزوار شهر ديال المزوار وعزام الا كان غنسد باش الا كان غنوش تطفي تم قرنت ان المدني طروان غين المدن بالخصوص نسلك جبيد في مدرسه الرضوان القرانيه الا نغرس ديارن غادي سكاسن يعني غرس سني سكاسن لا طاول غشار ني سكاسن سكاسولا تقدا عند سكاسن فايت شرد كنا غنسي ولد فورم درسول اهم يتز دوزلس الى توسر صغفس ماشي ان شاء الله التسيفه وتيون شيمين طروان نغتس نداسن اول نوش نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الاخ محمد الاخوه التقنيين والقائمين على هذه الحصه ونشكر فاون ارزمون تورتو كذلك السادة المشاهدين اللي نتسلنا أنا مدرسة الرضوان القرآنية اللي كنت مدرسة اللي اسم سليك في يعني في مجال القرآن الكريم ترجمت ورس أزدغات يوم السبت 30 سبتمبر 2017 استقبل التلاميذ في الحقيقة أنت يعني كيفاش تفكر في فتح هذه المدرسة التلاميذ عزمين في مدرسة الفرقان بالقبة يترس اكتظاظ في الأقسام كل القاعات تغنت يعني مشغوله وبالتالي يعني الجماعات فكرن الا ان تفتح فرع لهذه المدرسه فبتوفيق الله سبحانه وتعالى نفتحها ومدرستو يعني ازدغات تقريبا زكاسو يعني العام الثاني انا يعني زكاسن فايت ان شاء الله في هذه المدرسه ربما ادشغ بعض يعني بعض الاحصاءات حول المدرسه على التلاميذ حاليا 370 تلميذ ديس التلاميذ تقريبا تسند يعني سلبعات تسند الحافلات النواحي يعني النواحي اللي انا عزمي في المدرسه داين بئر خادم عين نعجة بئر توتا باب علي الى اخره يعني تقريبا الاحياء الا نقرب من المدرسه المدرسه ديس يومين في الاسبوع يعني يومين السمانات يوم السبت ويوم الثلاثاء الوقت اللي التلاميذ والعزم في المدرسه الرسميه لنديني عزمان في المدرسة القرآنية الإطار الأساتذة إلى معانغ حوالي 29 إطار جار الأساتذة دا طاقم التربوي نعم توني تقريب أهم الإحصاءات حول المدرسة طبعا نزي كل أطوار من التحضيري إلى مستوى الثانوي ذكور وإناث طاقم تربوي غرس كفاءة ومستوى ما شاء الله أغلبهم جامعيين إلا وسغرس تجربة في مجال التدريس إلا ويسي غرس إلمام ب يعني مجال علم النفس وأساليب التعامل مع التلاميذ صح نعم. يبقى همت شيء واسماعيلي لكان غني الكل دي الوالدين غدي مريون بالخصوص أن نحمد ربي يعني قبل في رجازني لنجين دون الخير مقران يعني غربازن القرآن المدارس القرآنية إلا انترفقنت المدارس الرسمية بالخصوص يعني تلك مشرف يعني وجار 300 ديك العدد اللي يتبشر الخير يعني المدرسة التجديد هذه 300 دن المات تنلمات إلا نعز من ديني إن شاء الله أتفغ إن شاء الله قاعد تسيفاون مدن إن شاء الله دي قن الخير ذا مقرن إلو متى تزاريت من شي تلاقع يعني بتا داولت شي مريوني لنزدي ممكن لنجين طروانسن يعزم غير المدرسة الرسمية وليرني أعزام زدي وغربازن القرى نعم بارك الله فيك نشين ممكن الأولياء إلا نربما أتاون طروانسن غلم درست تقريب غرسن السببين غالبا عند بتا عشان الاكتداد البرنامج يعني البرنامج الشهر اللي عزم في المدرسة الرسمية ربما إلى غرس الرياضة عشان كما تخش المدرسة القرآنية يغلب غفص يعني ما غادي يحل واجبات نشين ممكن أسنين غوالي جنبرك أسنين غبلي أول ربي عند القرآن عمر له تعطل في شهرات أبدا أول ثانيا نرقب من خلال التجربة دوني عاش مع تلاميذنا باللي واسي متفوق المدرسة القرآنية إلا كذلك متفوق في المدرسة الرسمية نرقي من خلال تلاميذ شهادة مستوى الشهادة توسع الزمن في مستوى الرابعة المتوسط في إحدى المدارس يكتب ربي يعني تقربت شهادة أبدا يعني زعما الطالبات أبدا انقطعت سورة عن السبب قال السبب أدوجني الامتحان تاع نهاية السنة التعليم المتوسط جاك الإحصاء أظن سي قضى الشهادة كاع ركبت الطلبات ينجحن ديني خسنت وفيغت نيت معانا في المدرسة القرآنية ونقاطع كل هنا كاع ما تيلا نربحت أما هو سي ينقاطع حد يربح حد يخسر توني يعني هذيك فالدليل باللي هي المدرسة القرآنية وتعطل على المدرسة الرسمية
ربي يحفظ ان شاء الله رسالتك نتكردات نختغريت تيوض غل ميدن غلي مريون بالخصوص الا ان شاء الله اني نسترني دارني ان شاء الله يعني عزام سن القران وعزام سن المدرسه القرانيه الدروس الا ترافقت الماده الاساسيه ديال القران ان شاء الله سنترني ديال المستوى يعني ديال المستوى اللغوي الادبي دي منه والمواد القرانيه تلا مكمله مكمله تكمل كمل ترني دارني ان شاء الله ترني دارني نعم بارك الله فيك نعم ربي يحفظ بهذا خامت الا غاول نغربازن القران الا داني تم غير الجزائر الا التلفزيون دخل النشاط الثقافي التربوي والرياضي يعني حتى الرياضات تيف في المدرسه القرانيه ما خاطر نطوري لهنا قراش الرياضات يعني ان في يعني ديك يعني ديك المدرسه الا تحاول الا غتنمى القدرات المواهب نون الماد ننجلس نطرو نغمنشيل نعم بارك الله فيك ممكن ادوج خطلت اهداف المدرسه القرانيه الهدف امزور التلميذ غادي يحفظ جزء من القران الكريم هدف امزور الهدف في السن ادي المد بعض المعارف الدينيه الاساسيه عند الفقه السيره النبويه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الاخلاق الترويه الايمانيه احكام التلاوه تفسير جزء من القران الكريم الى اخره الهدف من فئه ثلاثه دين ان نغرس جوطفلي ان نستخدم العمل الاجتماعي والانتماء الى مجتمعي الاسلامي باش نجسدوا الاهداف ونجوا مجموعه برامج لربما اذكر بعض الانشطه الثقافيه اللي كانت انتجت في المدرسه غير الانشطه انقسمت الى خمس محاور غير انشطه ثقافيه غنى نشاط رياضي روحي اجتماعي وترفيهي أذكر من بين أنشطة الثقافية غنى مسابقات غنى حفلات نجو مثلا أصدقات في يعني نجو المسابقة مطالعة إنه التلاميذ نتشس مجموعة من الكتب كل حد حسب مستواه مجموعة من الكتب أدي طالع لطالع على مجموعة من الصفحات أدي جغص ملخص أدياويتي انجلو كاع عمارو انج احسن ملخص واحسن ان اكبر عدد وسي يعني يطلع على عدد من الصفحات يعني وني في اطار تشجيع المطالعه نعم باش نرى ان الناس خديت لي حب الكتاب والمطالعه ديما ولت في المطالعه هذا الكتاب يعطيك الصحه يا اسماعيل نزوا هذا المداد نسن باللي مارو ولا كان مع العطله ان شاء الله لتبدا منه وان دهل لن توجان دي وغلان بالخصوص تمجرى راوين الثقافيه منه وان دهن سيسن معرض الكتاب ماشي لا نشجع طرونا في عزام نزوا غلو غير من القراره ماني مع هذه الحياه غير من القراره الا يتسجى معرض الكتاب يتشلت نفايت شرط ماني اسقسو لا يبدا غصنط او المعرض باش نسنو جارف او المعرض دين دهني لانديس الى يدنا غيواتنا غرستم بوسعده ايوا رستم سلامني واش دام باش شفت السلام عليكم هو محمد غتيت النباس ايوا رستم ممكن غنسيو دنا خصنا نسيو ولاد يعني في المعرض نوض ليس معرض الكتاب الا اني سجلت معهد الحياه بتا دين دهن الانشطه الا ندرفقن او المعرض بسم الله الرحمن الرحيم هو محمد ان شاء الله لكان مقبلون على معرض مكتبه الحياه للكتاب الطبعة الثالثة طبعة فايت شارك تجيت معهد الحياة لوائها مكتبة معهد الحياة تحت شعار القراءة حياة ثانية يفتح السنط سنين الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ويمتد إن شاء الله إلى يوم الأحد 30 ديسمبر 2018 دائما بمعهد الحياة من بين الأنشطة لن المعرض مثل الحياة إن شاء الله تتوجد ديس عرض لمجموعة كتب تقريبا أزيد من 1500 عنوان ديس دور النشر بالمشاركة في المعرض كثيرة جدا منها جمعية التراث ودار واحد دار البراءة مؤسسة نما والتميز دار الفكر وكتابك دار بسمة جوي سيديا دار مزرعة الألباب وايضا مشاركه لفنانين في الخط العربي بعرض لوحات فنيه في الخط العربي للاستاذين شكال عفاني رضوان والاستاذ بن عبد السعيد وايضا عرض لوحات فنيه في الرسم ايضا الاستاذ تمجد بلال بن سعيد هذه ان شاء الله محتويات المعرض لهذه السنه او للطبعه الثالثه ان شاء الله ان شاء الله هذا نيلان سرام ان شاء الله غادي ينجح او المعرض ممكن سنسول في الندوات يعني الندوات العلميه غتسجم مع اول المعرض فهم في اطار اول المعرض نتو مجموعه ندوات ثقافيه للنساء والرجال من بين هذه الندوات غرنا سبع ندوات للرجال هؤسيه شعريه اسبلان توكارسن استاذ عمر سليمان وسعدة يوم الجمعة
ثم إن شاء الله ندوة في عنوان مساهمة الأدب العربي في الدعوة وتأثير القصة على الفرد. أتجيت الأستاذة ننا بنت محمد جو للنساء. وحاضرة من أسرار العلاقات الإسلامية الناجحة أتجيت الأستاذة باية بنت حمو بن يامي أيضا للنساء. أيضا علمة قراءة في كتاب تاريخ بني نزار أتجي الأستاذ يوسف بن ذاكر الحسنين. وأيضا قراءة في كتب بودان رشد للدكتور محمد بن موسى سبعني. أيضا معنا أمسية شعرية قراءات شعرية من ديوانه المخطوط الجديد للدكتور محمد بن صالح ناصر. وأيضا قراءة في كتاب مزاب والميطابيون من خلال تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله أتجي الأستاذ عبد القادر العوالي بن عبد المجيد عزام. ونختمها بحفل ختامي كسهرة إنشادية وشعرية لمجموعة صوتية الفن والأدب بقيادة الفنان عمر دوري. وندوى أيضا النساء أخيرا للأستاذة فتوحة بنت محمد سعيد تنمية دافعين للتعلم لدى الأبناء. رباش يحفظ يعطيك الصحة مرتم قرنتي ونعزام نعزام بوسعدة رستم مسيجور للبيداغوجيان رئيس مصلحة البيداغوجيا والنشاط الثقافي دي معهد الحياة أغرم القرارة. إن شاء الله ربادي سنمر أو نندهن وعزام ديدلس بالخصوص أغلنا إن شاء الله دي شعشع دي أول عطلة نتجرس منه وإندهن ديدلس إن شاء الله هنا في سميدن إلا نتقصدن بين تطفي تم قرنت دي ما تندول إذنغ لونجي ونغ مبارشي وتنغ اسماعيل دودو مسيجور مدير مدرسة رضوان القرآنية. أيوة اسماعيل اللي تسولد في ندهن ان المادن بورس بالخصوص نشاط ننكال ثقافه نطلع عند السن باش الا دنمان الرصيد السن اللغوي غد نمان السن دي منا ويمدون ممكن اني لان دجيد سكاسو الانشطه يترني مسكاسو باش يتلم ترفقم الانشطه يعني مدرسه بدا زغات يعني ان شاء الله تلا لا تحسن غلا ترني غلسات ان شاء الله سكاس غلا سكاس بالتالي ترني مسكاسو اسكاسو على ذكر ذكر مع المطالعه الفرصه المعرض الدولي للكتاب نجو زياره نيوي التلاميذ الاقسام المتوسطه مستوى متوسط نيوي المعرض الدولي للكتاب يعني دور يعني مختلف المرافق صغير الكتب كذلك ولا نشد ديك الفرصه المدرسه الا كان انثرى لمكتبتنا المدرسه الا ادو الفايت التلاميذنا كذلك النشاط نسكاسو نجو نفتح نادي طالبات الرضوان أتنأطر في نادي يعني يغرس لقاءات أسبوعية تقريب كل سبت قبل ما نبدأ عزام تجنت مائدة مستديرة قراءة في كتاب مثلا أصطف نكت الشخصيات إلى آخره كذلك سجلس وغرنا نفتح نادي الرضوان للرياضات الدفاعية الكاراتي الجيدو للأبناء يعني الذكور يوم السبت غرنا النادي الكاراتي ويوم الثلاثاء نغسني ثلاثاء غرنا النادي الجيدو كذلك أيضا نعود نجزقس إن شاء الله برنامج مرافقة تربوية للتلاميذ في سن المراهقة يعني عمر المراهقة أدرسني يعني الويكان يعني الخميس الجمعة أدري حندني غرسن أساتذة عطنا أطرنا نوجها في مختلف جوانب الحياة يعني في الجانب النفسي في الجانب التربوي في الجانب الرياضي في الجانب الاجتماعي تقريب يوم يعني تقريب يوم كامل يعني أس كامل في هذا المجال اللي نتغنى إن شاء الله أفاق مستقبلي بحول الله تعالى سيسنت أن نفتح قسم الروضة التحضيري صباح يعني صغف الشهر كذلك أن نفتح إن شاء الله تاور تزدنان إذا ما تنغلنا تدار ماذا بيهم تلمتنا نضحف جزء من القرآن الكريم نغد اللغة أجنبية مثلا اللغة الفرنسية إلى آخره خصنا نلمتهم بعض الأشغال المنزلية مثل الخياطة الطبخ الحلاقة إلى آخره يعني تنو تقريب يعني أهم الجديد في هذه السنة أزقيس إن شاء الله دونك إن شاء الله كان طمح إلى كان غنوتس مستقبلا بحول الله تعالى الله غنوتس إن شاء الله دانيلا السلام نسن بلي دخ كشافة إلى غرس قنطور ذم قران يغرباز الرضوان يعني جيم فرع كشفي باش إلا غدا فن طروان إلا غد تكون ندعى إن شاء الله قادر كشافة داني ديس تملاقين ثلاث مدارس مدرسة الإيمان مدرسة الفرقان مدرسة الرضوان تملاقين في مدرسة الرضوان يعني تملاقين سنديني انتاد الفرع الفوج الوحدة إلا أن الاستقامة في العليا الكشافة الإسلامية ديس مختلف الأطوار مختلف الأعمار ديس الأشبال ديس الزام ديس الزعلاك إلى آخره غرس قادة توجهنتن الهدف من الكشافة الإسلامية هو تنمية العمل التطوعي يعني التلميذ عرس حب التطوع والعمل الجماعي والاندماج مع المجموعة يعني دو تقريبا تملاقان اختراي 15 يوم يعني مره في 15 يوم تملاقان كذلك الى غرنا برنامج رياضي
ان شاء الله يعني بلا الفنون القتاليه غير رياضه كره القدم، غير كذلك ان شاء الله خلينا نجمعوا رياضه كره الطائره بحول الله تعالى. تينو ادم لاكانت يعني اسبوع انكشفه واسبوع غادي يكون لهذه الفرق. نعم كذلك غير دورات روحيه انشطه روحيه ازغات مثلا نجوم دوره نسمى ياس كيف احيا بنور القران، كيفاش عاشت دون القران الى نسن القران دون رب العالمين. كذلك نجوك دوره يراجع نتزلط التلاميذ ذكور واناث وسيله في سن البلوغ. كذلك نستغل الى رمضان يعني ازغات نستغل رمضان اللي خد يتف نجو دوره نسمى استعداد لشهر رمضان، يعني كيفاش ادنوجد لشهر رمضان. كذلك غرنا انشطه ترفيهيه غنا رحلات انتجت من التلاميذ، سواء رحله تكون استكشافيه يعني استكشافي كل مكان جديد غفص تكون رحله ترفيهيه. الغالب الرحله الترفيهيه تكون اقدن وزكاس يعني كتتويجي التلاميذ النشاط نسن العمل نسن الاجتهاد نسن امانس وزكاس انتجت رحله في نهايه السنه. صح نسن باش الا العمليه التربويه الى نديس شارد ومودن اثنين تساس لان الوالدين امرون التلميذ انت المحرك انت المحور الاساسي ديال التلميذ الاستاذ يعني دان الماد ابهامتش الا غنف يعني تيم جراراوين الوالدين الا ترافقت المدرسه غربازن القران اني سنقال جمعيه اولياء التلاميذ ممكن نغسن سن دورنا والجمعيه باش الا غترافق ترافقت روانسن المسيره نغتيشلين وعزمت. نعم بارك الله فيك. نسن اي مؤسسه تربويه لابد ان يكون وسط الجمعيه جمعيه اولياء التلاميذ. نشن بدور مدرسه القران مدرسه رضوان نجو جمعيه لاولياء التلاميذ تؤسس ازدغات في 2018 اقدم سكاس تؤسس هذه الجمعيه. طبعا كنسن باللي العمليه التربويه دي ثلاث دي ثلاثه سمعنا مود مشيت نيت دي الاداره ديال التلاميذ داين كذلك الاولياء دابا نطروا الجمعيه. طبعا دي غسلت الاهداف ثلاث اعمال. اولا انتهى الهمزه توصل الجر لمدرسه الاولياء اولا. ثانيا تسمى انتجت انتهى يعني الساعد الايمن صح التعبير يعني انتهى اليد التي تساعد المدرسه في تلبيه ربما بعض الاحتياجات يعني. نعم كذلك الجمعيه غرس قندو في الاستشاره ملي خصنا اي برنامج اي عمل نحتاج لجمعيه اولياء التلاميذ. مثلا اصدغت نجو برنامج الفحص الطبي للتلاميذ تلاميذ المدرسه طبعا نشاور الجمعيه اولياء التلاميذ تعاوننا في هذا المجال والحمد لله يعني العمل سوى ما شاء الله نود مجموعه من الاطباء والطبيبات في للقيام بسوء العمليات والفحص الطبي. الفحص الطبي يعني اين يعني تسمى اساسي اساسي نعم عند مثلا نشوف ارقاب اسلي ربما تغماس نعم نقص الطولز الوزنس ان ربما الى غير سجل مرض الا اماره بالتيوف واطباء الجنشاء ادي وجه الوالدين للطبيب اللي انا اسمه مختص في هذا المجال. الجمعيه كذلك غير سجل دور تاطير الرحلات وخاصه الرحله نقطه نسكاس انتجت التلاميذ يعني توني تقريبا العدد انتجت في كل سكاس اي مدرسه تفت غرس رحله في نهايه السنه او رحلته تقريبا ولاني يعني يسنجحت داين دا جمعيه اولياء التلاميذ. ربي يحفظ لنا عزام الناس اسماعيل دودو سونت فوين هذا نصيح نمل ان شاء الله مدرسه الرضوان الا ان شاء الله ديري ديك المركز اشعاع يعني هذه السيفه ومدني السيفه واني المدني لا نعزم ندير تنمرتم قران تقع الطاقم التربوي وسيجبا فون مرشد وعزام ام قران مرشدنا القران ادنا سمارون يوضغ الوشمار نغل وقتا الفصل امزوار يعني شهر ديارني مزوار يعني بتداول يعني كمدير كمشرف تربوي يعني بتغطي التينيد دفر اقدر الفصل امزوار. نعم ابدا انهن التلاميذ الاولياء انسن الا نسجل على مرحلته الفصل مزوار الا قضل الامتحانات امتحان مزوار ان شاء الله نتائج لنتي وحديا ان شاء الله الوالدين يعجبت الحال التلاميذ ان شاء الله يعجبت الحال اللي كان نسن باللي او الفصل دي سنت الميزات الميزه مزوار انه انت دجرار بالنسبه لنا لان غدا سن بعد الفصل فايت سنت فايت ثلاثه شران نفيت سن كذلك انت دمزوار يعني دمزوار وكذلك دجرار يعني بالتالي يعني التلميذ اللي غرس الفرص ان شاء الله ادي دارك مستقبلا ادي دارك مستقبلا في حال ما الا غرس النقص قلنا الخلل في الفصل مزوار الامتحان مزوار يعني انتوني ممكن نيني يعني لك ممكن كوقفه قيميه يعني الوالدين نعم. بالخصوص الا نرقب من الناس ديال نعم. الفصل مزوال اللي نعم. وضعنا البلتان المعدل نعم. انتقاد النقاط المواد يا عزمان كاع نعم. يعني تسلم من سن ماني لا يضعف ماني لا يقوى نعم. ماشي لا نقاط القوه نقاط الضعف نعم نقاط القوه نقاط الضعف اجنجلس المصارحه
يعني تبين مثلا بكري كاع العلماء حتى اولاد الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم يجي وقفه يبد معي ما نسى الى غار حراء يبي يتفكر يتامل ديال القوم زي مدنس ومن بعد يفوت ببرنامج يخدم كذلك نمشي مع طروان انجموني انبد مع سنه نريح انرقم ما الى قوى ما الى ضعف ما الى يقواليس تسمى اتي حافظ غفسي يتم من يواصل ديس اين ديس الخلل نهار ديس ضعف اتي حاول اتي دارك درس الفرص ديال اتي دارك يعني كذلك ان الا ينشر نقرس انت التلاميذ الا نقرس الشهادة عند البكالوريا ده الرابعة متوسط اتحاول العطلت اجي ملخص اتلخص الدروس نسن ايزون اجي على شكل خريطه ذهنيه مثلا اتلخص كاع اي درس اي ماده ادبنتي اجي تلخيص عام امون اجي الفصل المزور اكمل كذلك الفصل فيتسن صار قدر نمر الفصل المزور فيتسن نمر ازني قيم غير الفصل المجارو اسنا غتقري مارو الشهادات ادي عاد غير سيمارو يعني لكل دروس اللي نسات عاد نكاع زهل المراجعه توني توصل سيس التلاميذ الطور الرابع متوسط ثالثه ثانوي صح ايوا اسماعيل لولا يقارب لي العطله نريح نتاريس نراحت لولا نقال العطله ندارك دو خدام دو عزام باش الا غادي قوام ما مشيتش مع منو تليد معايا نونا معايا يعطيك الصحه بارك الله فيك مع سن سن ديبا انت ديبا ديك الصحه انت حقيقه يعني اسنا اتصل عطله الوالدين توطاني الارتباك ترتبك هامي وتسمى تغاسن جني ميتن هامي خاطش تو ارا يعزم يتور مدرسه ممكن التعليم الرسمي يشمر يكن الجهد ديز عليك يشمر يكن ربما يشمر راسك المسؤوليه يمارو التلاميذ يتفن في عطله وبالتالي يعني تقمة ديني فراغ نشين ربما ان نوصل الاولياء الا او عطلته اتزون في سن يكتل جمعة والسن التجني يعني طبعا الاستجمام وراح الى اخره كذلك الجنديس برنامج للدراسه يطالع اما ادي حل تمارين واجبات سنا غرس اما ادي رخص دروس واما ادي جيك المشروع انا غادي احفظ بس القران ادي راجع اني يعزم وني غالبا بهذا يكون ملمي الجمعه تمزوات يعني اسبوع مزالي بهذا يكون اموني هامي اسبوع مزالي بهاي وريح نغي وعزم يبهاي وعزم يبهاي وعزم شن اجتهاد شخصي الا وسيمنا لا العكس ولكن شن اميل شخصيا الا شي تبان عاد غادي تشداني واسماعيل يتبان الزوال الراحة من بعد الزوال الوعزم عشينا غنعزم يغلب ماشينا هذا ممكن تسند هامي ممكن عشينا غتسند عاد تقلعد يبقى هالاسبوع عمزه هذه يكون بمعنى يعزم طبعا صغني ني عزم خاطي معناها الضغط المراجعه الصارمه خاطي ان بي وقت محدد يوس غتجي راجع يعزم بتحد لي ولادي سافر غادي يحوس ناضي زوار غلدان غلده لا غير الاسبوع فات ان شاء الله ايوا تفضل احمد لا نغش الاسبوع عمزه اللي جاموني هامي الزمن شي فخش عزم صديق بالتالي على اساس الحراره ني وعزم ياك الاسبوع فات سمر اتجرحت الاستجمام هامي اللي استقبلتي دع عزم صديق من بعد وبالتالي ادري حدا وحدي هذه الاستعفاء باش ان شاء الله عادت تاع غرس ان شاء الله نفس الفصل زين باش هذه ونات ربي شي سمر يعطيك الصحه يبقى هامش الا غن ان اول نغي مريوني الوالدين الا نستغل العطله اي زعم مع ترونسن يعني تنجن ادريحا ادعز من غد عزم ادريحا حول حد البرنامج سوينا ما ماشي تنيت كل حد الرئيس كل حد يسمى ماشي غادي يجور مع ترواس يسن يعني النفسيه ترواس ماشي خصن ترواس يبهمش الا كان غنرافق يعني المرافقه ديك ان شاء الله اساسيه واسماعيل في العمليه التربويه باش الا تاف دمك ينجح يمجر تطفي وعزام ويجي بطل يعني الى امريون الى ندبدن دفتر وعزام خطر اعزام لا يزول القسم لا يزول درست مصح اني لا نبع وعزام انت غير سكن يقن يعني تقويت غير سكن يقنوت سيل دم قران باش لا انا الماد نغم كروس نغان جلوس نغم الزان الا غادي مشرت في وعزام نعم بارك الله فيك داني تني القنوه اللي بها تني المرافقه اما غير تلا المتابعه تلا المحاسبه ماشي خاطي بهذه المرافقه يعني ما كتخدم باش ليك باش ليك اتصحبه تصح بدل ما بدي فرض غير زفره ديك انشار ربما اللي يقنع السيس تحمل هذه المرافقه اللي صنع من الصحبه يعني كانه دمدش ليك كتبعات لك معاس هذه حسه باللي واللي فرض غير سكين شدفره واللي قنع السيس دقنا بارك الله فيك داني اللي قلنا ممكن الوالدين النصوص سكت النقطه دا معلتي واسمع خاطر نوض غلو شمر نتقيمات يعطيك الصحه معليش هذيك ماكت النقطه برك التلميذ اسجل قال هدف محدد مثلا قال مدتو تيويد كت العلامه ياك غادي حاول الفصل اسين على الفصل فيتسن امتحان فيتسن حاول التليد بسي فتت حاول التليد بسي كذلك التلميذ اتقارن مع ايمانس بدي التوغ بدي لا وتقارن مع حضورات وسي مختص في التربيه يقارب لي المقارنه جا طر وحضورات يعني مي كتقارن مثلا مع ميس الجيران مع ميس عميس مثلا الى اخره يتحطم الطفل حتى نشي مع ايمان ونتقارن معنا مع حضورات فخلافيك ابزان يعني من باب اولى يعني ولي وتتقارن مع حضورات
واللي ممكن يعني في دون كوسيط كتوصية دينية إن شاء الله. كتوصية. نعم ربا شحف دا يو اسماعيل دودو امسي جورن مدير مدرسة رضوى القرآن ياسا تتفوين تم برشيني الاولياء يطرون نغ المدن تليد مشرف مدير مدرسة رضوان ربا شيسنا ما شاء الله يعاونات يوم الصرح العلمي التربوي الديني القرآني الروحي لا شاء الله اغني كون تروان نغ تنمير تم قران تقاعين المدن الفقيان يغربازن تمورت نغ المدارس تمورت نغ زاير تنمير تم قران تقاعي مريون الاساتذه بدل مع تروان سن اسن ان شاء الله هيك العطل تزعم تنبارش باش دونن غليرات تيقوان دودا مزعم غلو عزمن سن لنا توت نغي برشن عزيزنا نوض غلف مار نتقميت مرحبا وسو تنمير تم قران تي وسي توغ ادنغ ويخسنا غندياري ديما لي مايل الله يرزم مرحبا @ تي في بوان دي زاد الملاقا ايدو مس الخير الا غنجرو الخير اسمي غداسن تنميرت كيف وراي همني برتي غرضك فيا برتي غرضك فيا وما زني